في خبر بقى منتشر النهاردة بصورة كبيرة جدا، بيقول لك نادي الكويتي يستعد للدخول لمفاوضات مع اللجنة التي تدير نادي الزمالك للحصول على خدمات طارق حامد، وبيقول لك ان الكويتي راصد 2 مليون دولار علشان خاطر يتعاقد مع اللاعب. الكلام ده جاي من صحيفة السياسي الكويتية، مع احترامي طبعا لصحيفة السياسي واللي كاتب الخبر ده، الأندية الكويتية ما بتدفعش الأرقام دي في اللعيبة، رغم طبعا الكويت دولة غنية جدا وأندية غنية، لكن هم ليهم سقف معين عندهم وما بيدفعوش الأرقام بتاعت 2 مليون دولار في اللعيبة العربية، أقصد اللعيبة العربية يعني ما بيدفعوش فيها الأرقام دي، والدوري الكويتي عامل سقف معين في الأمور دي. فمع احترامي طبعا اللي عمل الخبر، ما أعتقدش إن الخبر ده حقيقي، وما اعتقدش ان نادي الكويتي عنده رغبه في طارق حامد ولا حتى راصد الرقم بتاع 2 مليون دولار ده اللي مذكور في الخبر علشان يتم التعاقد مع اللاعب. احمد سيد زيزو لاعب الزمالك نشر صوره على حسابه الخاص، هي صوره عاديه بس ما اعرفش ليه الجمهور يعني من وجهه نظري يعني هاجم اللاعب وتحامل عليه. صوره عاديه، نشر صوره مع محمد مجدي قفشه ومحمد شريف ثنائي الاهلي معاه في المنتخب الوطني، كلهم زمايل وكلهم اخوات كلهم بيمثلوا مصر. ما اعرفش الجمهور ما عجبتوش الصوره وشايفين ان توقيت نشرها مش كويس وعمالين يهاجموا اللاعب، رغم ان انا شايف ان عادي ما فيهاش اي حاجه خالص، دول زمايل وكلهم مع بعض في منتخب ويصوروا وينشروا، ما فيهاش اي حاجه يعني. شايف ان في تحامل من وجهه نظري على اللاعب في الموضوع ده. عندنا بقى لعيب مهم جدا بيلعب في صفوف النادي المصري، واللاعب ده انضم لصفوف منتخب الشباب مع الكابتن ربيع ياسين، هو عنده 19 سنة أو تحت 19 سنة، لعيب جيد جدا جدا، اسمه زياد فرج، وزياد فرج ده لعيب عنده إمكانيات عالية. مجموعة من وكلاء اللاعبين بيسوقوا زياد فرج دلوقتي، اتعرض على الأهلي واتعرض على الزمالك، لكن لسه مسؤول الزمالك ما عرضهوش على الفرنسي كارتيرون. لكن اللاعب لاعب كويس، موهبة شابة، لاعب إمكانياته عالية، وهنشوف خلال الأيام اللي جاية إيه اللي هيحصل، هل اللاعب هيبقى في المصري ولا هل الزمالك هيفوز بيه ويتعاقد معاه، لأنه طبعا هو تحت السن ناشئ، ولا الأهلي هيتعاقد معاه. وإني طبعا أستبعد الأهلي طبعا عشان أنتوا عارفين العلاقة اللي بين الأهلي والمصري بورسعيد يعني إيه، ليس على ما يرام، ومفيش بينه وبين بعض إبرام تعاقدات أو تبادل صفقات أو تبادل لعيبة يعني في الفترة الأخيرة دي. فأعتقد اللاعب لو ما راحش الزمالك ممكن يقعد في المصري، أو بعد كده بقى ممكن مع نهاية الموسم يجرب حظه في الاحتراف الخارجي بقى لو اتكتب له الأمر ده. بس هو طبعا زياد فرج لعيب كويس وخامة مبشرة. حازم إمام وأيمن حفني النهارده ظهروا بصورة كويسة جدا جدا في التدريبات، وحازم إمام تعافى تماما وبقى جاهز للمشاركة، واعتقد هيكون الظهير الايمن الاساسي الكارترول في مباراه مولوديه الجزائر. طبعا انتوا عارفين مباراه الترجي لعب ظهير ايمن احمد عيد اللي هي كانت في القاهره، واللي كانت في تونس في رادس لعب حمزه الملسوسي وما ظهرش بصوره كويسه، ولا زال لسه مستواه ضعيف يعني ما عبرش عن نفسه ما ثبتش نفسه. وطبعا احمد عيد خبرته قليله الراجل، وطبعا المواجهات الافريقيه دي عايزه خبرات كبيره، لكن طبعا خامه كويسه ولاعب ممتاز جدا جدا ولاعب جيد جدا في سنه ومستقبل نادي الزمالك. فزي ما بقول حازم هيكون هو الظهير الايمن الاساسي في مباراه مولوديه الجزائر اللي طبعا هتقام يوم 3 ابريل في الجزائر. مصطفى محمد طبعا نجم الزمالك ولاعب جالطا سراي التركي، طبعا كان باسبوره ضاع، عمل باسبور جديد ورجع. المهم ان التاشيره بتاعت كينيا هتطلع له خلال ساعات، وهيكون موجود في رحله المنتخب اللي هتسافر لكينيا ان شاء الله بعد ساعات برضو النهارده يعني. واحنا قلنا الخبر ده عشان طبعا كان في كلام التاشيره اتاخر مش هتاخر، لكن التاشيره خلصت واللاعب هيكون موجود في رحله المنتخب، وان شاء الله يكون من الاوراق الاساسيه والدعائم المهمه لمنتخب مصر في مواجهه كينيا ان شاء الله، وبعد كينيا طبعا في مواجهه جزر القمر هنا في مصر ان شاء الله. برضو نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في المباراتين، وزي ما قلنا المباراتين دول تصفيات افريقيا اللي هتقام في الكاميرون ان شاء الله.